السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم الكفته بالخضار بواحد الطريقه زوينه وما كطلبش لنا بزاف ديال الوقت. عندي واحد الكميه ديال الكفته، عندي مطيشه صغيره مقطعه طريفات صغار، عندي شويه ديال الذره، عندي الزيتون اللي قطعته هكايا وقطعته هكا على اربعه، عندي الفلافل الملونه، عندي الزعتر، الزيتون، زيت الزيتون، الفرماج، عندي البزار، الكمون والملح. نبداو على بركه الله. غادي نتبلو الكفته، غادي نديرو واحد شويه ديال الملح، الملح بطبيعه الحال حسب الذوق، نديرو شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، وثومه غبره اولا نحك واحد البس ديال الثوم، ندير واحد شويه من زيت الزيتون، واحد المعلقه تقريبا، غادي نعجن الكفته ديالي مزيان. غادي نبدا نشكلها دورات مساويين، كورات بحال هكا، نحطهم في اللاطه اللي راني فرشت ليها ورق الزبده اولا ندهنها بشي شويه ديال الزيت. من بعد كنبقاو نشكلو في هاد الكورات بحال هكايا بالمساعده ديال صبعنا الكبير على هاد الشكل، حتى كنشكلوهم اما بحال هكايا اوفال اولا دايرين اولا بحال هكايا. حنا كنوركو هنا الوسط وكنخليو الجناب شي شويه غلاض بهاد الطريقه، كيجي على هاد الشكل. بعد ما كملتهم كيجي الشكل ديالهم هكايا، كيجي هنايا الخويا. دابا غادي نبدا نعمر فيهم، ناخذ واحد الجبانيه غادي ندير فيها مطيشه اللي مقطعاها صغيره، غادي ندير فيها الفلافل اللي راهم مرقين، غادي ندير فيها الذره، نضيف الزيتون، غادي نزيد شي شويه ديال الزيتون من هنايا، نزيد نقطع واحد شويه ديال الزيتون، ندير الكميه اللي بغينا ديال الزيتون، انا بغيت ندير شويه بالكثره الزيتون. غادي نضيف شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، ديال الكمون، غادي نحك واحد شويه ديال الزعتر، غادي نخلط هادشي مزيان، نضيف له واحد شويه ديال الجبن غير شي شويه، جات واحد المعلقه تقريبا هكاك، وغادي نعمر به الكفته ديالي على هذا الشكل. غادي ندخلها للفرن على درجه الحراره 180 حتى تبان لي الكفته راها جمعات وطابت، عاد غادي نخرجها، نستمر انا نعمرهم على هذه الطريقه. ناخذ شي شويه الزيتون اللي قطعته هكايا طويل بهذه الطريقه، هنا حتى واحد المناظر الكفته ديالي، ونضيف لها شي شويه ديال الجبن من الفوق على هذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي ديال الكفته ديالي، جا على هذا الشكل، قدمته هكا مع سلطه مع شويه ديال الزيتون. واللي باقي ما نضمش العالم غزلان يضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو ويفعل الجرس باش يوصلوا اي جديد.